picture of Sayyidina Shah Naqshband when he was young, Muhammad Bahauddin Naqshbandi, that from Bukhara, that Naqshbandi Tariqa came under his name. Imagine the greatness of Sayyidina Shah Naqshband, the tariqa, the whole tariqa is called after him, after his name. Ya Sayyidina Shah Naqshband, Ya Sultan, ahiya lana wadiyatun yawm al-qiyamati. Ya Sultan Naqshbandiyin, Ya Bahauddin, Ya Bahauddin, Ya Bahauddin. أعلى الله تعالى درجاتكم دائما ونفعل بركات أنفاسهم ونفسهم فنقول أن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم أودعنا هذه كلمتين شهادتين عندك يا رسول. يا سيد السادات فنور الموجودات، يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وألم، يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستند نتوسل إليك بحبيبك المصطفى نبي صديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق آري محمود آري محمد باب السماسي سيد أمير الكلالي خاجة بهاود نفسه. يا سيدنا علاء الدين يعقوب عبيد الله محمد زاهد درويش محمد خاجك أمكنك محمد الباقي أحمد الفاروق محمد معصوم سيف الدين نور محمد حبيب الله عبد الله الشيخ خالد الشيخ اسماعيل خاص محمد شيخ محمد افندي يراوي سيد جمال الدين الموقي الحسيني ابو احمد السوين ابو محمد المدني سيد شرف الدين سيد ومولاه سلطان شيخ عبد الله داويستاني. يا رجال الله توسلنا ورفع ضيم لا يرفع الا بدلالته ودفع ضر لا يدفع الا بواسطته. يا رجال الله امدونا بمددك. It was called صديقيه طيفوريه خزدوانيه and when it's called نقشبنديه it took over everything. The most distinguished طريقه النقشبنديه العليمه the most distinguished طريقه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. صدق الله العظيم. رضينا لله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله رضينا سيدنا سلطان شاه نقشبند حضرت بيريمز olarak kabul eledi. Sayın Sadatin el-Kiram ile beraber Şeyhimiz Sultan Evliya'ya da beyat verdik. Vaktin sahibine de beyatımızı verdik. Allahu ala amma nekulu vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allahu, Allahu, Allahu hak. Allahu, Allahu, Allahu hak. Allahu, Allahu, Allahu hak. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufranike Rabbena ileyke nasir. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم إلى أرواح أئمة الأرواح وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة أرواح إمام الطريقة وغوث الخليقة
خواجه بهاودین نقشبند محمد ویسی البخاری حضرت شیخنا عبدالله فائزی دوستانی عبدالخالق المرجوانی یدی پیرلر و وقت اداخل اتخاب اولیاء سادات نقشبندی و نالجمله سیشن سایر طلوکن ایمالی ایشن لله تعالی الفاتحه.